أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تصوير ذوات الأرواح بالآلات الحديثة، وهل يدخل من صور في اللعن؟ ما في شك، تصوير عام في أي طريقة وفي أي آلة، الأحاديث عامة لم تستثني، فالتصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يباح عند الضرورة، تصوير لقدر الضرورة فقط كالبطاقة وجواز السفر، الأمور التي لا يقضى أو لا يحصل على مصالحه، لا يحصل على مصالحه إلا بها، هذه ضرورة. أما التصوير للفن أو للذكريات، هذا أمر لا يجوز، وملعون من فعله. نعم، أحسن الله إليك. في أي آلة، سواء بالآلة الفوتوغرافية أو بالإنترنت أو بالجوال أو نعم أحسن أو الله إليك. بالرسم باليد، كلهم، أو بالنحت، كله حرام. من الذي يستثني من عموم الأحاديث إلا بدليل؟ لابد من دليل على الاستثناء. نعم.